سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بداية الخلق وكيف خلق الله العرش والقلم والشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماوات والأراضين، وخلق الجن فأفسدوا في الأرض. وبعد ذلك أذن الله أن يخلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة ثم أدخله الجنة. فلما أدخل الجنة استوحش فيها، فخلق الله عز وجل له زوجة يأنس بها ويسكن إليها، وخلقها الله عز وجل من ضلعه. عاش آدم عليه السلام مع حواء في الجنة يأكلان من ثمارها، يتظللان بظلالها، يشربان من أنهارها. ونهاهما الرب عز وجل عن القرب من شجرة واحدة في الجنة، فبدأت المعركة الأولى. إنها معركة بين البشر وإبليس. ابقوا معنا لتعرفوا كل التفاصيل. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. إنها الجولة الأولى في هذه المعركة، كيف يجعل إبليس آدم عليه السلام يعصي ربه عز وجل؟ ما قال له أبدا كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها أبدا، ما قال له اعصي ربك، ولكنه جاءه بأسلوب آخر. قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. انظروا إلى الأسلوب. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكة؟ يا حواء ألا تحبين أن تكوني من الملائكة؟ الكل يحب هذا. إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما من الملائكة الذين يعبدون الله، الذين يقربهم الله. الأمر بسيط، كلا من هذه الشجرة وتنتقلان مباشرة إلى جنس الملائكة. يا آدم ويا حواء، ألا تحبان أن تعيشا في هذه الجنة مخلدين؟ لا موت، لا نهاية، فقط كلا من هذه الشجرة. وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم، لأن آدم عليه السلام يعبد ربه عز وجل ويطيع الله جل في علاه. ومرت الأيام وآدم عليه السلام وحواء لا يقربان من هذه الشجرة، فاستغل إبليس تعظيم آدم لربه عز وجل ودخل من هذا المدخل. أخذ يقسم بالله عز وجل: أقسم لكما إني صادق بحديثي، والله الذي لا إله غيره، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما خالدين في هذه الجنة. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. في هذه الفترة صدق آدم إبليس ونسي الذي بينه وبين ربه عز وجل. بدأ التصديق. لما؟ لأن إبليس أقسم بالله. ما كان يتصور آدم عليه السلام أن مخلوقا يقسم بالله كذبا، فصدق إبليس وبدأ يمشيان خلفه، فدلاهما بغرور. فوصل إلى الشجرة وإبليس يزين وإبليس يشجع وإبليس يدفع، فإذا بحواء تأخذ ثمرة من هذه الشجرة فتأكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن الأنثى زوجها الدهر. رواه مسلم.
وقال النووي رحمة الله عليه: قال القاضي: ومعنى الحديث إنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. وذكر غير واحد من المفسرين أن إبليس لما أراد أن يدخل الجنة ليستزل آدم وحواء عليهما السلام، دخل في جوف الحية، فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من جوفها. وقيل إن الحية كانت خادمة آدم عليه السلام في الجنة، فخانت بأن مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك، فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب، وقيل لها: أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك، وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك. وهذا كله من الإسرائيليات التي لم يثبت منها شيء ولا يعول عليها ولا يحتج بها، ونكتفي بما ورد في الكتاب المجيد لا نزيد عليه. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ما كان آدم عليه السلام يرى سوءة حواء، ولا حواء ترى سوءة آدم، فلما أكلا من الشجرة انكشفت سوءتان. قال الله عز وجل: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فلما رأوا سوءة بعضهما هرب الواحد من الآخر، لأن البشر قد فطر على الحياء. هرب آدم من حواء، وهربت حواء من آدم عليهما السلام، كل واحد يهرب من الآخر، يبحثان عن ورق الجنة من الأشجار فيقطعان الورق، كل منهما يغطي سوءته. قال الله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وآدم عليه السلام يهرب والأغصان تتعلق به، وآدم يريد الخلاص منها ويهرب ويهرب، فيناديه الرب عز وجل: يا آدم أفرارا مني؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم لربه: لا يا رب، لا يا رب، لكنني استحييت منك. قال الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بكى آدم، بكت حواء، بكى الاثنان. يقول آدم في نفسه: سبحان الله، كيف نسيت؟ كيف وقعت بالذنب؟ يبكيان وهما يدعوان الله عز وجل. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مع أنه أبو البشر، مع أنه أول نبي، مع أنه الذي خلقه الله بيده، لكنه استغفر، لكنه أناب، لكنه تاب. اشتد البكاء، طال البكاء من آدم عليه السلام. إنه الندم: كيف نسيت؟ كيف أغراني الشيطان؟ كيف لم أتذكر أنه عدو لي؟ كيف أكلت من هذه الشجرة؟ وآدم عليه السلام يبكي، والرب عز وجل يقول له: يا آدم ألم أنهك عن هذه الشجرة؟ يا حواء ألم أحذركما من إبليس؟ قال الأوزعي عن حسن عن ابن عطية: مكث آدم في الجنة 100 عام، وفي رواية 60 عاما، بكى على الجنة 70 عاما، وعلى خطيئته 70 عاما، وعلى ولده حين قتل 40 عاما. رواه الحافظ ابن عساكر. وعن مجاهد قال: أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره، فنزع جبريل التاج عن رأسه، وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه، وتعلق به غصن، فظن آدم أنه قد عجل بالعقوبة، فنكس على رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله: فرارا مني؟ قال: بل حياء منك يا سيدي.
أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض ومعه حواء، وكذلك إبليس. أنزل الثلاثة إلى الأرض لتبدأ العداوة، لتبدأ المعركة. ساحة المعركة هي الأرض. قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى سوف أنزل عليكم الهدى، سوف أتوب على من تاب. حتى إن كنتم في الأرض التي ميزت بأنها دار البلاء ودار الشقاء، لكن من اتبع هداي فلن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأما عن المكان الذي أهبط إليه آدم في الأرض فلم يذكر القرآن الكريم عنه شيئا، كما لم يرد في السنة النبوية المرفوعة في الأحاديث الصحيحة ما يوضح ذلك. وما صح في هذا الشأن إنما هي أقوال لبعض السلف، الغالب أنهم أخذوها من علوم أهل الكتاب المنقولة في زمنهم، ومثل هذه الأخبار لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، ولا يجوز الإيمان بما جاء فيها مما سكتت عنه شريعتنا، وإنما تروى وتحكى للاستئناس فقط. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال السدي قال تعالى: اهبطوا منها جميعا، فنزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب. فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. ومع ذلك فقد اختلفت الأقوال الواردة في هذا الشأن، فمنهم من قال: أهبط آدم إلى الهند وأهبطت حواء بجدة، ومنهم من قال: أهبط جميعا بالهند، ومنهم من قال: أهبط آدم بالأرض بين مكة والطائف اسمها دحنا، ومنهم من قال: أهبط آدم بالصفا وأهبطت حواء بالمروة. إبليس الآن يترصد بهما وبذريتهما، التحدي الذي تحدى به ربه بدأ ينفذه الآن على وجه الأرض، وآدم لا زال يبكي، آدم لا زال يتذكر خطيئته، آدم لا زال يتذكر معصيته. فإذا بجبريل ينزل إليه فيقول: يا آدم إلى متى، إلى متى تبكي؟ فيقول: دعني أبكي يا جبريل، دعني أبكي يا جبريل، فقد أذنبت ذنبا، عصيت الله عز وجل. فأخذ آدم يكلم ربه فيقول: رب ألم تخلقني بيدك؟ فيقول الرب عز وجل: بلى يا آدم. يقول آدم: ربي ألم تسجد لي الملائكة؟ فيقول الله عز وجل: بلى يا آدم. فيقول آدم لربه: يا رب ألم أعطس فقلت يرحمك ربك؟ فقال الله عز وجل: بلى يا آدم. فيطلب طلبه، قال: ربي إن تبت إليك وأنبت فهل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. رواه مسلم. وكأن رب عز وجل يريد أن يعلم بني آدم أن الذنب لا بد أن يقع، فكل بني آدم خطاء. إذا كان أبونا أبو البشر نسي ووقع بالذنب فماذا عنا؟ ولكن أقول لنفسي ولكم: خير الخطائين التوابون. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. افعلوا كما فعل آدم، بكى، ندم، استرجع، اعترف بذنبه، اعترف بظلمه، وعصى آدم ربه.
ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هكذا الإنسان ضعيف، فآدم وزوجته وقعا بهذه الزلة، ولكن من تاب تاب الله عليه. عاش آدم في الأرض وهو يريد أن يرجع إلى الجنة مرة أخرى، فلما ذاقها وذاق حلاوتها اشتهى أن يرجع إليها. عاش الثلاثة، ثم بعد هذا بدأت ذرية آدم وذرية إبليس بالتكاثر، والعداوة بدأت بالاشتعال أكثر فأكثر. فأنتم في الأرض بعضكم لبعض عدو، لكن أنزل الله الكتاب وأرسل الله الرسل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عن أنس بن مالك قال: قال أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا، قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إليه. قال: نعم. ففتح فقال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه اسوده وعن يساره اسوده. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. أخرجه البخاري. هذا ما يسره الله تعالى في هذه الحلقة من قصص الأنبياء. ابقوا معنا لتعرفوا بالتفاصيل كيف عاش آدم عليه السلام وحواء في الأرض، وكيف تكاثرت ذريته، ومن هم أبناء آدم، وكيف نجح إبليس في إغواء أحد أولاد آدم ليرتكب أول جريمة قتل في التاريخ، في تاريخ البشر، وما الذي سيحدث بعدها. هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.